في عيد الميلاد نقدم الهدايا، مجوس مع رعاة يهدون الهدايا ذهبا ولبانا ومرا. وأنتم اليوم يا قداسة البابا هذا الذهب والمر واللبان بكل ما في هذه الهدايا من معاني روحية، ونحن سعداء بأن نراكم بيننا وتباركون هذا البيت ونكون معنا إخوة محبين شهدين حاضرين في هذا البلد العظيم مصر الذي قدس بمجيء السيد المسيح. يعني اليوم عيد مصر. سعيد في الزيارة ده، هي أول مرة أجي هذا المكان المبارك وأتقابل مع أخينا الحبيب غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث. والحقيقة كل مرة نتقابل وكل مرة نعيش في مناسبات سعيدة زي النهاردة، ده أمر يفرح قلوبنا وبيفرح أيضا ربنا يسوع اللي بنحتفل به النهاردة. في احتفال عيد الميلاد دايما نتذكر زي ما أشار غبطة البطريرك، نتذكر مصر وفلسطين. النهاردة بنتذكر فلسطين اللي احتضنت ميلاد السيد المسيح، وبنتذكر مصر اللي السيد المسيح وهو طفل صغير مع أمه العذراء والقديس يوسف النجار التجأوا إليها كحصن أمان وكعلامة لنا النهاردة أن مصر دايما هي حصن أمان. حصن أمان مش لنا كمصريين بس، لكن هي حصن أمان في كل المنطقة اللي احنا عايشين فيها. في قصة الميلاد الجميلة اللي بنفرح بيها بنتقابل ويا الرعاة اللي قدموا من قطعانهم كهدية لوليد المزود، وبنتقابل ويا المجوس اللي قدموا هداياهم المعروفة الذهب واللبان والمر. وبيقف الإنسان قدام هؤلاء وأولئك اللي قدموا، وبيبقى سؤال مهم جدا، يا ترى انت هتقدم ايه؟ الانسان لما بيعيش في حياة مسيحية دايما يعيش حياة العطاء. والميلاد في حد ذاته هو عطاء للبشر. ربنا يسوع المسيح زي ما مكتوب في الانجيل، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالميلاد عبارة عن عطاء، والعطاء ده تمثل في تجسد السيد المسيح وظهر في حياة الرعاة وأيضا في حياة المجوس. ويبقى السؤال اللي قدامنا النهاردة وإحنا بنحتفل بهذا العيد، مش بنحتفل بيه على مستوى تاريخي فقط، ولكن بنحتفل بيه أيضا على مستوى حياتي، حياة اليوم النهاردة. يا ترى أنت بتقدم إيه؟ أفضل شيء يفرح بيها الله نقدمه في مجتمعنا النهاردة أن الإنسان يقدم قلبه. وكلمة تقديم القلب هنا لها معاني كتيرة، بيقدم الأمانة بتاعته، بيقدم الإخلاص، بيقدم المعرفة، بيقدم الخدمة، بيقدم البذل، بيقدم المحبة. فعيد النهاردة عيد الميلاد هو الصورة الجميلة والدعوة الإلهية لكل واحد فينا أنه يقدم شيء. وما تخليش يومك يعدي بالليل تنام وتكون مستريح إلا لما تسأل نفسك أنت النهاردة قدمت إيه من أجل خاطر السيد المسيح اللي جه من أجل خلاص كل إنسان. فرحتنا النهاردة فرحة بالميلاد، وأيضا فرحة بالمحبة إن احنا نتقابل من كنائسنا ونمارس المحبة والمودة الأخوية ما بيننا كلنا. وأنا أتمنى أن باستمرار تتم مقابلتنا، ويبقى ما يعديش شهر إلا ما يبقى فيه فرصة مناسبة سواء نتقابل هنا في مقر البطريركية أو نتقابل في الكاتدرائية أو نتقابل في الدير أو نتقابل في أي مكان. المهم أن احنا نخلي المحبة ده هي دائما فعالة. زي ما انتوا عارفين في مجتمعنا المصري في مسأل مشهور قوي يقولوا البعد، البعد ايه؟ جفا. فالبعد جفا،
احنا ما نحبش نعيش في هذا البعد، نحب نعيش دايما ان قلوبنا مرويه بالروح القدس، ومرويه بحضور شخص ربنا يسوع، ومرويه ايضا بالمحبه اللي نتبادلها ويا بعض. انا بشكر غبطة البطريرك وكل الاباء الاحباء والاخوات والاخوه، واتمنى ان ربنا يعطينا هذه المناسبات دايما تكون مناسبات سعيده. وزي ما اشار سيدنا في كلمته ان احنا كنيستنا كنيسه مصليه وكنيسه صائمه، وده عملنا كلنا، عملنا في الصوم والصلاه، وهذا الجنس لا يخرج الا الصوم والصلاه هم القدمين اللي احنا بنتحرك بيهم باستمرار في حياتنا اليوميه. صلواتنا واصوامنا وعباداتنا هي اللي بنقدمها بمحبتنا من اجل خاطر المسيح. ربنا يحافظ عليكم ويحافظ على بلادنا ويعطي فيها استقرار وسلام ورجاء ورخاء، وتكون بلادنا في حال افضل عن كل يوم. وصلواتنا احنا واثقين ان الله يعطينا مستقبل حلو ورجاء مشرق، وانا بشخصيا متفائل جدا ان الايام اللي جايه هتبقى افضل وافضل، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا نقدم لكم ذكرى زيارتكم الكريمه هذه الايقونه المقدسه. المسيح يقوم وينهد معه اجدادنا آدم وحواء وجميع الذين لقدوا بالرب، وينهضنا بقيامته المجيدة ويعطينا النقد دائما أبناء القيامة. για να του προσφέρω εκεί που του έχω ετοιμάσει δύο εγκόλυπα και σταυρό σε κούτα να του τα κάνω δώρο. سعيد جدا ان ربنا يرتب ان احنا نحمل نفس الاسم بالنطق اليوناني سيدورس الثاني وبالنطق القبطي توادروس الثاني. مشاعر لا يمكن التعبير عنها بكلمات لأنها تفوق الوصف. الحب الكبير اللي بيفيض من قلب قداسة البابا واللي عبر عنه من ساعة ما زرناه في الدير عشان نبارك لقداسته، واللي غمرنا به دلوقتي وإلحاحه في ضرورة اللقاء باستمرار عشان نعيش هذه المحبة بالفعل وليس بالكلام، كلام نابع من القلب مؤثر جدا جدا، ولا أستطيع أن أعبر لكم عن الفرحة اللي في قلوب الجميع بهذه المشاعر. أولا كل سنة وأنتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، وأنا الحقيقة النهاردة فرحتي فرحتين. الفرحة الأولانية بمناسبة الكريسماس وعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح، والفرحة الثانية أن أنا أول مرة أجي هنا المكان ومقر الكنيسة الكاثوليكية في القاهرة هنا، وأتقابل مع كل إخواتنا وحبايبنا هنا في الكنيسة. والحقيقة ممارسة المحبة والمودة الأخوية شيء يفرح القلب باستمرار. في كل مرة نمارس هذه المحبة نشعر بمحبة المسيح اللي في وسطنا، المسيح الواحد اللي جه لأجل خلاصنا وتولد النهاردة عشان نقدم له المجد في السماء والسلام على الأرض والمسرة أو الفرح اللي في قلب كل إنسان. لازم نعيشها، لازم نمارسها، ودي صورة من صور ممارسة المحبة. أنا بفرح كتير لما بقابل إخواتنا الأحباء الأباء المطرنة والأباء الأسقفة، وسألت على غبطة البطريرك أنطونيوس نجيب وربنا يديله الصحة والعافية، وبنعمة ربنا نزوره خلال أيام يعني ناخد بركته. وتجمعنا الحلو ده وفي اسم المسيح يعطي بهجة ويعطي نوع من الفرحة ويعطي نوع من القوة أيضا لحياتنا. أتمنى أهم شيء أن كل المصريين على اختلاف تنوعاتهم أو طوائفهم نعيش كلنا في سلام وننظر للمستقبل بعين الرجل.